تتجوز ينفع اخلع ما اختارش؟ لا لازم هو تتجوز حب عمرك بس ما تخلفش منها، ولا تتجوز واحدة مش بتحبها بس هتخلف منها. يا سؤال حساس. المر ولا أمر؟ لا ما ينفعش اتجوز الاثنين. الزوجة الرابعة طلعت. تاخد حب عمرك وتخلف في الزوجة الرابعة طلعت. لا اظن هاخد الاولى. حب عمرك. حلو الاختيار، اختيار مثالي فعلا. تفتكر انه الاصعب، الواحد يعرف امتى هيموت ولا تعرف امتى حد قريب منك قوي هيموت؟ ياه انهي اصعب؟ لا التانية. تانية. تعرف امتى حد قريب منك هيموت. صح؟ قاسية جدا. تخوف. جدا. طيب، دين مش عارف تسدده ولا صديق مش قادر انت تنقذه؟ هو في أزمة كبيرة جدا وانت مش عارف تنقذه. أنا أصعب بالنسبة لك؟ دين مش عارف أسدده، دي قاسية أوي. وصاحبك طيب؟ الدين خلي بالك مش شرط يكون مادي يعني. لا ده دين مادي، أنا بتكلم على دين مادي. دين فلوس يعني؟ أنا افتكرت دين. لا لا لا، دين مادي. لا صاحب طبعا. صاحب مش عارف أنقذه طبعا. دي أصعب. طبعا. كنت فاكر دين بمعنى دين. لا 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 لا، دين مادي. لا لا مادي مش عادي. حصلت لك قبل كده كان في حد عندك من صحابك موقف صعب جدا جدا ومش عارف تنقذه؟ لا حصلت بس عرفت انقذه. انقذته. ايه الموقف؟ حاجه يعني حاجه انسانيه كده، في ماديه، في لخبطه كده في حياته. انت عامه بابا اصحابك صح؟ انا عارفه ده. انت الاب بتاعهم الروحي. ايوه انا الحكيم. انت حكيم. انا المنقذ اللي حكيم. حكيم قوي. تقدم دور وحش عشان الفلوس ولا تقبل ان اللي حواليك يصرفوا على احتياجاتك؟ صعبه دي. يصرفوا على احتياجاتي؟ انت دلوقتي لا قدر الله قاعد في البيت ما بتشتغلش، جالك دور وحش جدا بس هتاخد منه فلوس، ولا هتكمل قاعده في البيت واللي حواليك هم اللي يصرفوا على احتياجاتك الماديه؟ احتياجاتي الاوليه يعني؟ اللي هو الاكل والشرب والحاجات الاوليه اساسيه. ده هقبل الدور الوحش، احاول اطلع منه حاجه حلوه عشان اعمل بعد كده دور احسن شويه. عشان الفلوس؟ لا عشان ما مش عشان الفلوس، عشان نفسك عزيز عليك. مش قادر استوعب ان حد يصرف على احتياجاتي. يعني نفسك عزيز عليك ان ما حدش يصرف على احتياجاتي. لا انا اشتغل. يعني مش هعمل الدور عشان الفلوس، انا هعمل الدور علشان يكون معاك فلوس، علشان مش قادر تقولي احتياجاتي. فطبعا عشان يكون معاك فلوس. يعني يعمل دور وحش واخد فلوس اصرف على احتياجاتي، يا حد يصرف. هتاخده بصيغه ان انت عايز تشتغل. طبعا. لا اخده بصيغه ان انا مش عايز حد احس ان انا محرج قصاده. فاكر اخر مره استلفت كان امتى ومن مين؟ اخر مره استلفت كان من والدتي. والدتك؟ امتى؟ زمان قوي بصراحه، قبل في الفتره اللي انا كنت لسه فيها بحاول امثل ولسه الدنيا مش مظبوطه، ف استلفت منها جزء كبير عشان كنت عايز اجيب، كنت عايز اغير العربيه، فاستلفت منها جزء كبير بس سددته، يعني سددته منها. بس برضو ديون الاهل ما بتتردش مهما يعني مهما نعمل. لا انا رديت الديون الماديه. مش الماديه. لا الدين كله. طبعا طبعا. الام هترد ايه للام يعني؟ دي حكمه. لا. مش عارف الحكمه يا مصطفى. لا ما اعرفهاش. بس حلوه. بتكلمني بس دي عرفتها. وبتكلمني بالمواعظ وعامل لي فيها. في اول حكمه اقولها لك. فاصل. مدعي ثقافه. مدعي ثقافه. فاصل ونكمل حلقتنا.